مرحبا بكم. اليوم هنعمل قطايف الشوفان، سهل وسريع جدا. يلا على الوصفة. طحن 1 كوب من الشوفان 100 جرام، او يمكن شراء دقيق الشوفان الجاهز، هيك صار 1 كوب. عجوة التمر اقل بقليل من نصف كوب، يعني 100 جرام. ماء ربع كوب 50 جرام، ملعقة كبيرة زبدة 50 جرام. الماء مع الزبدة مع بعض الاثنين 100 جرام، أقل بقليل من نصف كوب الاثنين مع بعض. نوضعهم على نار خفيفة، وبنوضع العجوة، عجوة التمر، وبنحرك حوالي 3 دقائق. نوضع دقيق الشوفان وبنرفع الوعاء من الموقد وبنحرك جيد، تقليب جيد مثل هيك لازم تكون. بنوضع ورق الزبدة وبنفردها على ورق الزبدة. الموضوع كتير بسيط وكتير سهل. الحشوة هو اختياري نوع الحشوة حسب ذوقكم. أنا وضعت مكسرات وجوز هند وقرفة. نوضع الحشوة، بنشكلها حسب القالب المتوفر عندنا. ممكن نوضع صحن صغير تبع فنجان قهوة ونلفها بسكين، يعني الموضوع كتير بسيط مثل ما انتم شايفين. بنلم العجنة لزيادة وبنقطعها تاني، ممكن في صحن ممكن بكوب، نقطعها وبنحشيها. ممكن نعملها زي مثل هيك، نعملها ممكن تكون هذا أسهل لكم كمان، وبنضغطها هيك أصبحت جاهزة. بنشغل الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية المدة 15 دقيقة، ويجب مراقبتها، يختلف من فرن لآخر. هيك أصبحت جاهزة، نتركها حتى تبرد. هذه المكونات إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات. شايفين كيف؟ كتير هي روعة، كتير بسيطة ومميزة. خلينا نتذوقها. بصراحة أكثر من روعة. بخصوص الحشوة، الحشوة بتوضعوها حسب أنتم متعودين، حسب نظامكم الغذائي. أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، لأن رأيكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك، أتمنى يشتركوا بقناة اليوتيوب، اسم القناة شيف نائل، منشان يوصلكم كل جديد. في أمان الله.